يستعد اللاعب البارالمبي اللبناني أرز زهر الدين لمغامرته الجديدة في الألعاب البارالمبية في باريس هذا الصيف، بعد أن كان قد شارك في ألعاب طوكيو 2020. ويعتبر أرز أول لبناني وعربي يتأهل عن فئة بتر القدم الواحدة، ما يجعله رمزاً للإصرار والتحدي في وجه الصعاب. كان عمري بس 3 سنين وقتها تعرضت أنا وعائلتي لحادث سير وخسرت إجري اليمين تحت ركبي، بس على عمر 7 سنين من بعد بولينج فيربال بولينج قررت أنه أتحدى حالي، وأهلي خبروني أنه أنا I'm different، بس لازم أخذ هذا الموضوع in a positive way. يلتزم زهر الدين بنظام غذائي صارم وبرنامج تدريبي يومي في النادي الرياضي والملعب، وخلال ألعاب باريس سيشارك في سباق 100 متر لأول مرة بعدما كان يشارك في سباق 200 متر. بدأ أرز مسيرته الرياضية في عام 2019، حيث شارك في منافسات المبارزة بالشيش قبل أن ينتقل إلى الركض، وتأهل لأول مرة في ألعاب آسيا ومن ثم إلى إيطاليا، حيث حقق المركز الأول في سباقي 100 متر و200 متر، وأصبح أسرع عداء آسيوي واحتل المركز 8 عالمياً. ديلي عنا خوف أنا والكوتش إذا معقولة يسكروا المطار أو معقولة يسكروا البار قبل ما أنا سافر على البارالمبيكس، شو معقولة نعمل؟ بس إذا بدنا نضلنا عايشين بالخوف ما رح نقدر نعمل بيرفورمنس، ما رح نقدر نعمل حيالله تريننج. اعترض طريق زهر الدين العديد من التحديات، حيث تعرض لإصابة بتمزق في العضلات أجبرته على التوقف عن المشاركة في المسابقات لمدة 1.5 سنة، لكنه عاد بقوة في عام 2023 وحقق الميدالية الذهبية في الألعاب الفرانكوفونية كأول لبناني وعربي يحقق هذا الإنجاز، وتأهل بعدها تلقائياً لألعاب باريس 2024 وحقق الميداليتين الفضية والبرونزية في ألعاب غرب آسيا عن فئتي 100 متر و200 متر.